تمام. انا بحكي لك انه كل الاسئله اللي احنا اخذناها قبل هيك انه اكتب برنامج، اكتب برنامج يعمل 1 2 3، هذا النمط او هذا النوع من الاسئله نوع مختلف. انا بدي لك الكود وبطلب منك انه انت تحدد جمله الطباعه المستحيل تتنفذ. كيف بدك تتحدد انه هذه حتتنفذ ولا لا؟ بدي قيمه الاكس. لا، بقول لك بغض النظر عن قيمه الاكس. فكيف بنحل هذا السؤال؟ طريقة الحل في هذا السؤال انه انت تشوف الجملة، تمام، او تشوف الجمل الشرطية هاي الجملة وتفكر هل الجملة هذه ممكن تتنفذ؟ اذا كانت يمكن او يمكن لا تستبعدها، بتكون الجملة هاي مش مطلوبة. ايش المطلوب؟ المستحيل تتنفذ. يبقى مدام انه يمكن او يمكن لا يبقى مش مستحيل، فبتروح ايش بتعمل؟ بتستبعدها، بتروح على الجملة اللي وراها. اذا حددت يمكن او يمكن لا خلاص بتستبعدها. خلينا نشوف، نتبع، نيجي للجملة هاي، ايش الشرط تبعها؟ اذا كانت اكس اقل من 2، اصغر من 2. هل الاكس ممكن تكون اصغر من 2؟ يمكن او يمكن لا. فبالتالي الجملة هذه ممكن تتنفذ، يمكن او يمكن لا، فبالتالي بتستبعد، لا مش الجملة المطلوبة. تمام، هاي مش الجملة المطلوبة. تعال للجملة اللي بعدها. انت عندك else مع if. if else دائما اتعود انه انت تجيب عكس الشرط عشان تعرف الرينج تبع الاكس، المدى تبع اكس قديش مدى الارقام تبعته. ما دام انا عندي اصغر من 2 يبقى الاكس اكبر من او تساوي 2، وهنا حطيت لك نفس الشرط يبقى فيش اختلاف، والاكس فعليا ممكن تكون اكبر من 2 او تساويها وممكن تكون اصغر، يبقى يمكن او يمكن لا. فبالتالي هاي الجمله ممكن او يمكن لا، تستبعد. تعال للجملة هاي. هو لازم الجملة الجملة الالف عكس جملة الالف. الالف عادة عكس الاف. تمام؟ الالف هي عبارة عن الس مع اف. الس اللي هو الشرط المغاير بالاضافة لشرط اضافي. نعم. يبقى الالس عبارة عن الحالة المغايرة، الالف حالة مغايرة مع شرط. تمام؟ طيب، ما دام انا عندي هنا الس، ايش بدي اجيب؟ نطاق الاكس، ايش نطاق الاكس؟ انا عندي اكس عكس هذا النطاق. اصغر من 2. وانت عندك بتنفذ الكود بهذا الترتيب. فعليا لو كانت الاكس اصغر من 2 حيتنفذ اول اشي وحيطلع بالضبط، حيجي على هذا المكان. ليش؟ شو السبب؟ تعال اطلع هنا على الفلوت شارت. الفلوت شارت انت في عندك السهم هذا، حط لي اياه في السلايد انت عندك لو ما كانش موجود. تمام؟ فبالتالي هنا في حال كان ياس هيو نفس الشرط اكس اصغر من 2، في حال كان ياس بتروح بتنفذه، وين بتطلع؟ بتروح هنا على اخر جملة. هذا كله سبته. فبالتالي انت لو كان عندك هنا نفس الشرط اللي فوق ولا عمره حيتنفذ. ليش؟ لانه حيصير هنا يس وينفذ ويرجع تاني هنا على الاخر. تمام؟ فبالتالي هاي يمكن او يمكن لا صحيح، ولكن في عندك شرط فوق. مش انت بتقول هنا نطاق الاكس اصغر من 2، هي موجود هنا، حينفذ هاي الجملة وحيطلع زي هيك. هذا هو السبب، يبقى هاي الجملة المطلوبة. يبقى في الامتحان ايش مطلوب منك؟ بدي لك الكود زي هيك وبقول لك يعني حوط لي جملة البرنت اللي عمرها ما رح تتنفذ، فبتروح بتعمل زي هيك. هاي الجملة
مستحيل تتنفذ. جرب قد ما بدك ارقام مستحيل تتنفذ بغض النظر عن قيمه الاكس. نعم. وين؟ في اي منطقة؟ هنا ولا هنا؟ هنا. نعم. اكس اصغر من 2 مظبوط. صحيح. هاي الاف اكبر من او تساوي 2، ايش عكسها؟ اصغر من 2. خلي بالك كل الف على كل الف على الاف اللي قبلها مباشرة. لا خلي بالك هاي تابعة لهاي وهاي تابعة لهاي. تمام؟ يا حدا تاني عنده سؤال؟ نعم دايما. الشرط الأساسي قصدك انه ما دام الشرط هذا موجود فوق يبقى مستحيل تتنفس. شو السبب؟ السبب انت عندك هنا ببساطة زي ما حكينا انه هيو انت بتمشي بتسلسل زي هيك يس بتنفذ وبتسيب اللي تحت دايما. فبالتالي هنا لو كان انت عندك نفس الشرط اكس اقل من 2 عمره ما راح تتنفذ. تمام؟ طيب هاي السؤال الاول، هذا المثال الاول. نيجي للمثال الثاني نفس المطلوب بالضبط. ايش الجمل اللي راح اللي مستحيل تتنفذ؟ جملة طباعة. فبالتالي هنا تيجي تطلع اكس اقل من 2، ممكن تكون الاكس اكبر من 2 او اقل من 2، الله اعلم. فبالتالي هنا ليش مستحيل تتنفذ؟ يمكن او يمكن لا، يمكن او يمكن لا. تمام؟ فهي الجملة مستبعدة. احنا بندور على المستحيل، بندور على الجمل المستحيل تتنفذ. يبقى هنا ممكن تكون الاكس اقل من 2 فبالتالي حتتنفذ، وممكن تكون اكبر من 2 فبالتالي مش حتتنفذ. يبقى يمكن او يمكن لا. خلينا نتبع الحل ونشوف هذا الكلام صحيح ولا لا. نيجي الان للالس. ما دام الس خلص تتعود انه انت عندك الف. سكر الجهاز يا استاذ. الف انت عندك عشان لون الخط هي الكود هنا. هاي انت عندك اف اكس اقل من 2 بغض النظر عن قيمه اكس. ما حددتش قيمه اكس، ممكن تكون اقل من 2 فبالتالي حتتنفذ، وممكن تكون اكبر من 2 فبالتالي مش راح تتنفذ. تمام؟ فهذه يمكن او يمكن لا مستبعده. كيف؟ وين؟ انا بحكي هذه لسه في الاول، لسه في ماشي بالترتيب. يا استاذ انا بحكي لي عشان انه لون الخط هذا مش واضح فعدت من الاول هنا. هي نفس المثال. ما هيني جاي فيه بالترتيب. ماشي هيني حشرحه بالترتيب. هذه احنا متفقين يمكن او يمكن لا. هاجيت هنا انت عندك الف، تطلعش على هذا الشرط. ما دام عندك الف جيب عكس الشرط هذا فوقي مباشرة. هنا أقل من 2 يبقى X أكبر من أو تساوي 2. تمام؟ وعندك شرط تاني إنه هنا أنت عندك نطاق الـ X أكبر من أو تساوي 2، وأنت عندك هنا شرط إنه تكون أقل من 20. بمعنى آخر بين الاثنين وبين 20 بدك إياها تكون أكبر من 2 واصغر من 20. هل في عندك رقم ممكن يكون اكبر من 2 واصغر من 20؟
ممكن يبقى يمكن او يمكن لا. فبالتالي هاي الجملة مستبعدة. نيجي ل الف فككها إلس عكس هذا الشرط اف. ايش الشرط هنا؟ اصغر من 20 يبقى الاكس اكبر من او تساوي 20. وهنا عندك اف 20 اقل من 10. بالله عليك جيب لي رقم في نفس الوقت يكون اكبر من 20 واصغر من 10. مستحيل. انت بنفسك هي بتقول مستحيل. يبقى هذه الجمله هل عمرها هتتنفذ؟ ولا يمكن. جرب قيم قد ما بدك مستحيل تتنفذ. غير مكانك يا استاذ اللي في النص. نعم. لا الشرط الجمله انا بقول لك المطلوب انه انت حدد جمل الطباعه اللي عمرها ما راح تتنفذ. طبعا انت بتحددها بناء على الشرط تمام. فهاي الجمله مطلوبه عمرها ما راح تتنفذ. كيف صحيح؟ يعني هنا انت اجيت على الشرط اللي قبل جبت النطاق تبع الاكس وشفت الشرط اللي هنا وشفت. وفي نفس الوقت انت تفحص هل انت في عندك الشرط هذا متحقق فوق اللي هو نفس هذا المثال. نفس هذا المثال مش احنا حكينا انه هنا نطاق الاكس اكس اقل من 2 صح؟ اجيت طلعت هل هذا الكلام موجود فوق؟ اه هيو موجود فوق. هنا اطلع هل الشرط هذا يعني هذه مستحيل تتنفذ. تعال هنا انه هاي ممكن او ممكن لا. فهل الاكس اكبر من او تساوي الاثنين هذا الشرط موجود فوق؟ لا مش موجود. يبقى بتضلها يمكن او يمكن لا. لو كان موجود هذا الشرط فوق فبتصير ساعتها مستحيل تتنفذ. ليش؟ لانه في كود قبليها حيتنفذ وحيطلع. نعم هنا x أصغر من 20 هذا تطلع في شرط فوق نفس الإشي نفس النطاق هنا أكبر من 20 هنا أكبر من أو تساوي الاثنين وهنا أصغر من 20 فبالتالي يمكن أو يمكن لا. عشرة عفوا هذا بتضطر أمسحه كله اشطبها. هاي هذه هيك وهنا الاكس هاي هذه شرط اكس اكبر من او تساوي 10. طلع لي هنا فوق هذا الشرط موجود هنا تفحص اكبر من 2 تمام. هذه اتفقنا عمره ما راح تنفذ. وهنا اكبر من 10 صحيح. ولكن في عندك لو كان عندك الرقم اقل من 2 1 خذ لي 1 هذا شرط بتحقق؟ لا. ليش؟ صحيح مزبوط. ثواني لا هنا انت تطلع عليها نطاق الارقام هنا احنا حددناه هنا اكبر من 2 واقل من 20. انت لو دخلت 30 هاي الجمله مش راح تتنفذ لكن هاي تزبط فبالتالي بتتنفذ فبالتالي هاي الجمله مستبعده لكن هاي الجمله هي المطلوب تمام. يبقى في الامتحان بعد ما انت تحلل السؤال زي هيك بتروح بتحوط لي هذا زي لا مش هاي تروح بتحاوط لي هاي اتفقنا صح؟ لا هذه
لأنه إحنا حكينا هنا أكبر من الإكس تكون أكبر من أو تساوي 20 وأقل من 10، هذه مستحيل، يبقى هاي جملة الطباعة اللي عملها ما راح تتنفس. تمام؟ هاي مثالين على هذا النمط من الأسئلة. تمام؟ في حدا عنده أسئلة؟ في حدا عنده أسئلة؟ امنع الصوت يا أستاذ، امنع الصوت، أنت اللي في النص. ليش ايش؟ يا استاذ هذا السؤال مش كود انه احنا بدنا نكتب كود انه انا الكود هذا اخليه او الغيه، هذا طبيعه السؤال موضوع عشان اختبر انه انت فاهم شو يعني اف والس ولا لا. يعني هو سؤال بيختبر مدى استيعابك للاف والالس، هاي الغرض من السؤال. لكن هل هو ككود حقيقي موجود انه احنا بنستخدمه في تطبيقات؟ لا. نعم ممكن يجي يختار، بس بدك تحله انه انت تكون فاهم، بدك تحله بدك تكون فاهم. الشرط ما تحققش ولا شيء، بسيط جدا للغاية. بالله اديني رقم اكبر من العشر، يعني اكبر من العشرين واصغر من العشر، اعطيني رقم. نعم حاول، فكر بصوت عالي، قول مثلا 7 هي اصغر من 10 بس مش اكبر من 20، ما ينفعش. طيب 13 هي لا 13 ما ينفعش، بدنا ناخذ رقم 23، 23 هي اكبر من 20 ولكن مش اصغر من 10، ما ينفعش، مستحيل. في كمان سؤال؟ خلاص مفهوم؟ لا، هذا مثالين مختلفين، مثالين مختلفين. تمام؟ انت اذا فاهم بغض النظر عن السؤال اللي حيجي لك، لما تفكر بطريقة منطقية زي هيك، يفترض انه انت تحل، حيمر عليك مثالين، يفترض انه انت تحل السؤال. تمام؟ الطرق اللي مروا علينا انه انت يكون في عندك شرط موجود فوق، او انه انت عندك الرينج مستحيل انه هو يتحقق زي ما شفنا في المثال الثاني. تمام؟